أهلا بكم إلى أخبار تونس. والبداية بإعلان وزارة الداخلية القبض على عنصر إرهابي خطير على أثر نصب كمين محكم أثناء وجوده على متن دراجة نارية في أحد المسالك المؤدية إلى معقل العناصر الإرهابية بجبال القصرين، وحجزت الوحدات الأمنية في حوزته أسلحة حربية وحزاما ناسفا. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تنظيم حوار وطني وتنقيح القانون الانتخابي وتركيز المحكمة الدستورية قبل الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنور برنجدور في تصريح لصحيفة الصباح. قال المدير العام للإسكان في وزارة التجهيز نجيب أسنوسي إن آخر إحصاء أولي أثبت وجود 5000 بناية مهددة بالسقوط في تونس، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حول ملف البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2017. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالتحفظ على عميد الأطباء البياطرة أحمد رجب، وذلك بخصوص شكاية رفعها وزير الفلاحة ضده حول ما تحدث عنه بخصوص ما يعرف بالتوكيل الصحي، وفق ما أفادت به إذاعة موزايك المحلية. ينطلق مساء اليوم النادي الإفريقي في الاستعداد لمواجهة دريمز الغانية في إطار مقابلة الجولة الخامسة في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية بمعدل حصة في اليوم. نهاية النشرة وإلى اللقاء.